فاد خير على العلاقات المغربية الكينية مستقبلا. والتاريخ سيسجل بأن أول اتفاقية اللي كتتوقع ما بين الجهات المغربية والجهات الكينية تكون جهة الشرق أول جهة التي توقع على الاتفاق. مذكرة التفاهم اللي كتوقع حمز جهة الشرق مع جهة بارينغو هي الأولى من نوعها، وتكون أول جهة في الجهات المغربية اللي قامت بالتوقيع ديال هذه الاتفاقية. هذا الشيء كيدخل ديما في إطار تعزيز التعاون العلاقات بين جهة الشرق والجهات الإفريقية تماشيا مع التعليمات والعمل اللي قام به صاحب وكيقوم به صاحب الجلالة في إفريقيا. الريادة الملكية في إفريقيا اليوم حنا كنجنيو الثمار ديالها بتوقيع هذه المذكرة. الجهة وقعت مع عدة جهات إفريقيا فرانكوفونية، اليوم جاء الوقت باش نوقع الاتفاقية الأولى من نوعها مع جهات اللي ودول اللي ناطقة بالإنجليزية. هذه المذكرة التفاهم اليوم كترم على ثلاثة ديال المحاور، وهي الفلاحة وكذلك التعليم والاقتصاد التضامني الاجتماعي. اليوم خصنا نستثمروا هذا اللقاء وهذه الزيارة ديال الوفد الكيني باش ان شاء الله نخرجوا بنتائج اللي مربحة للبلدين، لا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. واليوم ان شاء الله هذه تكون الحجرة الأولى، اللبنة الأولى في هذه العلاقات، وان شاء الله في الشهور المقبله ان شاء الله غادي هذا الشيء يتبلور وغادي يكون على ارض الواقع وغادي يكون بالملموس في تبادل للزيارات ما بين الجهتين. وشكرا. We also share features as far as our weather forecast is concerned. ايضا لدينا الكثير من الاشياء المشتركه. The only thing that we need to do is share some understanding about والتجارب المشتركة، ويجب أن نتقاسمها مع بعضنا البعض. How to utilize technology. كيف يمكننا استعمال التكنولوجيا in the value addition of our لإعطاء قيمة مضافة لجد البرامج. Right from production to marketing. من الإنتاج إلى التسويق. The opportunities that are in Baringo. الفرص التي توجد في بارينغو are now open to those of us in Morocco. هي الآن مفتوحة لجميع الفاعلين المغاربة والمستثمرين المغاربة. And I want also to thank the government that they are opening also opportunities for us. والتعاون بين الحكومات تفتح علاقات وفرص جديدة بالنسبة إلينا. And we also pray that what is going on in Russia and Ukraine should stop. ونطلب من الله أن الأشياء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا أن تتوقف. And may peace prevail in our region. وأن يدوم ويعم السلام في منطقتنا.